وجبات ساخنة تحضر بأحد المطاعم الخاصة بالتعاون مع جمعية الشفاء بالأغواط وتوزع على عابري السبيل والمرضى بالمستشفى والأفارقة العاملين في ورشات البناء في مبادرة تضامنية بمناسبة شهر رمضان الفضيل. اللي ما عندهمش وين يفطروا كما الأفارقة كما ناس العابر السبيل السبيطار كلش أنا نبدو في 50-60 وجبة في النهار، وهذا المحل تاع ولدي عدو شهرين برك من اللي حل ورانا نديرو في الوجبات. المبادرة التي تكفي الأفارقة عناء تحضير الفطور بعد يوم شاق من العمل والصيام لاقت استحسانهم. نسأل الله أن يجزيكم حسن أعماله وأن يرفعكم وأن يدخلكم في جنة النعيم. نحن ضعفاؤكم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أنتم دائما تأتون الأشياء ونأكلهم. نشكركم على حسن تعامله وشكرا لكم، جزاكم الله خيرا. Vraiment que nous sommes tous unis, que nous sommes tous aussi concordance, que aussi Dieu aussi accorde notre bénédiction et aussi azote aussi notre jeûne, que aussi le mois Ramadan, qui est le mois saint, que aussi, aussi Dieu va nous accorder. Et aussi de vous vraiment je vous remercie très sincèrement d'avoir fait ce que nous avons fait ici. من عادة الشعب الجزائري أن يغتنم شهر رمضان لمثل هذا العمل الخيري، ومن الأفضل أن تستمر المبادرات الخيرية في باقي أشهر السنة.